السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبدأ معكم درس جديد من دورة جافا. اليوم عدنا بمثال الـ value والـ reference. خلينا ناخذ طريقة أخرى، يعني إحنا عدنا مثلا نعمل class، هذا الكلاس فليكن عمار، أحب اسم عمار. زين، عدنا هنا الـ main، هذا حامله comment، أوكي؟ أنت عاد بعدين من يوصل لك البرنامج تقدر تعملها عن كومنت وتجربها. بعد ما عملت كومنت اعمل انتر هنا حتى تقدر تجرب عمار. كلاس عمار حامل فيها، نستخدم مثلا دبل، هذا الدبل خلينا نقول نم، احنا استخدمنا النم دبل دي، اوكي فد مرة يعني نقلق بهذا الشيء 40.0. زين انتر. بعد ما كتبت بعد ما اعطيت له قيمة اجي اعمل شنو public، اعمل فد ميثود، لان هو الموضوع ايضا يخص الميثود. نقول add value، طبعا هذا الميثود الـ add value احنا نسينا انه public، هنعملها void هالمرة public void add value. في ال public void add value أنا راح أجيب شنو؟ راح أجيب class عمار بالكامل، هستخدم class عمار بالكامل. كيف؟ إنه أنا أجي أخذه ك class وضعه هنا عمار وأعطي له شنو؟ أعطي له أي متغير. لاحظ في داخله شو راح أسوي؟ في داخله راح اقول انه الاي اللي هو كاوبجكت، ما احتاج ان اقول يساوي او فتشي، لا مجرد ان اخذ الاي لقيمه الدبل اللي هو هنا الاي كاوبجكت لقيمه، يعني انا عملت شنو؟ عملت انستانس فاريبل، بدل ما اعملها في كلاس مين لا انا عملتها في داخل الكلاس نفسه. وعادي جدا انا ممكن اعمل اوبجكت، على فكره وانتم اخذتوا هذا المثال ممكن تعمل object عادي جدا في نفس الكلاس وعايد الاسم الكلاس. فهنا اجي اقول له a d، اوكي حيساوي لك شنو؟ حيساوي لك ال a d اللي هو كobject زائدا 10.0. حلو جميل جدا. بعد ما كملت هذا اجي ارجع للمين. لما ارجع للمين لاحظ الفرق، هنا أنا أخذتها كفاليو، هنا أنا أخذها كرفرنس. يعني أنت يا عمار بدلالة عمار، بدلالة عمار كلاس العمار راح أجي أخذ شنو؟ أجي أخذ الدي، أوكي ما دا أخذ الدي كقيمة، دا أخذها كدلالة رفرنس. ففي هاي الحالة راح شو أسوي هنا؟ أجي أصنع له شنو؟ أصنع له أوبجكت. فمن أجي أصنع له أوبجكت أحتاج إلى عمار، بعد ذلك أساوي يساوي A عفوا عمار A يساوي عمار قوسين فارزة منقطة Enter. بعد ذلك أجي أخذ هاي الأشياء اللي أنا كنت أستخدمها هنا وضعها هنا، أوكي مكتبنا هنا نيو، هم قلتوا لي ليش يجي زين أرفع هذا اللي فوق، شوف جيت حلو تتتتت. ارفع هذا اللي فوق، هذا ما احتاجه، اوكي original value راح نجي نكتب a وبال a نكتب نمسحها control space، نجي ناخذ d اللي هو عائد لعمار class. بعد ذلك استخدم function اللي هو a space add value عمار، اوكي هذا ما احتاجه، واجي هنا أنا القيمه مالته اخلي مثلا شو بخلي، ما احتاج اخلي له قيمه صح ولا لا؟ لانه انا ما عرفت على اساس الفاليو، انا عرفت على اساس الريفرنس عمار، وانا عمار اصلا عرفته هنا أنا عمار A، فاذا اقول له A لA كالريفرنس له. زين نرفع الشعر،
اوكي نجي هنا نفس الحالة نقول له ال A dot D. نعمل run. خلينا نشوف النتائج. بابا ألاحظ هنا أنه القيمة تغيرت، 40 كانت سابقا بعد تنفيذ الفونكشن تحول إلى شنو؟ تحول إلى 50. أي بمعنى من الناديها reference للكلاس، بالحالة التغييرات اللي احنا دنسويها بالميثود هي نفسها راح تغير من شنو؟ تغير من القيمة اللي راح أظهرها في النتيجة، طبعا بعد مرورها في الدالة. هنا الفكرة الناس تفكر انه هذه الحالة تصير بالرفرنس، اي بمعنى انه الأوبجكت تتعامل مع مثل الرفرنس، لكن هذا ايضا خطأ. ليش؟ لان هذا الخمسين هو النيو فاليو اللي موجود في نفس اللوكيشن اللي موجود فيها القيمة الاصلية للأورجينال فاليو، فالاربعين بصفة راح يكون خمسين، ما يتغير. هذا مو بيرمتيف، احنا مو قلنا البيرمتيف مستحيل تقدر تغيره. اوكي هالحالة احنا ايش سوينا؟ احنا قدرنا ناخذ الكلاس ريفرنس لهاي القيمة، من اخذناها قدرنا نتلاعب بيها، بس من ناخذها كقيمة وحدها ما نقدر نتلاعب بيها، بالحالة انه الكلاس كعام لازم نسترده في حالة اذا انا حبيت اغير القيمة. يفيدني انه اذا حبيت اخذ القيمة الجديدة وادخلها في دالة اخرى، وادخلها في عبارة اخرى، في لوب، في array، فعندك هاي الحالتين اللي هو by reference وعندك by value. فلهنا نجي احنا لنهاية الدرس، وان شاء الله تكونوا استفاديتوا. نلتقي وياكم درس اخر. مع السلامة.